إمكانيات إحنا مستعدين نوضعها تحت تصرف كل الجاليات بدون استثناء، ولكن لازم أول التنظيم، أنا تكلمت على التنظيم باش نضمن نفوسكم في نقابة وفي كذا. ثانيا لما تكون الروح الوطنية عالية، المقالات تكتب بروح وطنية، حتى الانتقاد يكون انتقاد لأن الشيء اللي تنتقدوه كان دون مستوى الوطن ولا كان دون مستوى الرؤية اللي تشوفوها أنتما.